كل يوم بيحصل فيه مفاجآت، وكل يوم بتتكشف الحقيقة، لأن ما بني على باطل فهو باطل. كل حاجة كل يوم بيظهر فيها موضوع التسريبات اللي حصلت، والتصنت ودفون المحامي عماد، محامي تغريد، والفلوس اللي عبد المنعم كان بيقول لك ان انا مقاول، مفيش مني اتنين، مفيش فلوس، مفيش تحليل، كل ده كان بروباغندا. وفي النهاية كله مفيش حاجة بتتعمل، كلها مصالح، وللأسف الوجوه بتتكشف. أستاذ عماد ساب القضية، أستاذ عماد ساب القضية، ومين سبب رفض إن الأستاذ أحمد رجب ما يسجل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم، ويومكم جميل إن شاء الله بإذن الله. بس قبل ما نتكلم في أي حاجة، هنصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحضرتك واشتراك للقناة وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو. المحامي المحترم عماد طلع، عماد تغريد طلع واعتذر اعتذار بشكل كامل عن قضية تغريد، وقال ان انا كنت في المكتب استاذ هشام ابراهيم وعم السيد، عم السيد، وقال ان انا كان بيتصنتوا على التليفون بتاعه، كان بيراقبوا التليفون بتاعي، وكانوا بيعرفوا المحادثات بيني وبين الناس. ومين السبب ورا رفض الاستاذ احمد رجب ان هو ما يصورش مع تغريد؟ اكتشف ان الاستاذ عماد بيقول على لسان الاستاذ عماد، بيقول ان الاستاذ هشام هو اللي رفض الكلام ده، وان الاستاذ احمد رجب كان موجود عنده في المكتب، وكان عم السيد وهشام جايين، فقال لهم لا انزلوا، انزل الاستاذ احمد رجب بس استناني شويه. او الاستاذ احمد رجب قال له انا هنزل شويه استناك على اي كافيه لحد ما تخلص ونتقابل ونحاول نصور مع تغريد. لقوا ان السيطره كلها في ايد المعلم الكبير اللي انتوا طبعا عارفينه كويس جدا، ورفضوا رفض نهائي ان الاستاذ احمد رجب يصور. السيطره والكلام والمصالح والدنيا اللي فيها حوارات، ويجي واحد جعوره متخلف، انا بس بقول لك يا متخلف يا جعوره، يا متخلف يا جعوره يا يمني، يا متخلف يا جعوره يا يمني، خلاص عشان تطلع تغلط وتتكلم في الناس. ابعد بقى على القصه دي، خلي عندك شويه دم، خلي عندك شويه دم وابعد على القصه دي. مش انت عامل جروبات على الواتساب وبتبلغ على القنوات بتاعتنا؟ مش انت عامل عمال تسمي الناس باساميها يا مهزق؟ انا بقول لك يا مهزق، عمال تسمي الناس باساميها وعمال تعمل حاجات ده انت لو بتتكلم بشرع وبدين يعني، انت ما عندكش طبعا الكلام ده كله يا صهيوني. خلاص فهنسمع بقى دلوقتي الاستاذ عماد وهو بيتكلم على التفاصيل اللي دارت كلها، التفاصيل اللي دارت كلها مع الاستاذ احمد رجب وعم السيد والاستاذ هشام ابراهيم في قلب المكتب. هيكشف كل التفاصيل دي كلها، وهيكشف الوقائع اللي حصلت كلها. يلا بينا نسمع الفيديو بقى. الحقيقه اهو بوضح الموضوع يا استاذ عماد، قلت له انا هكون عامل استئناف بكره. قال لي طب توعدني ان انا اسجل مع تغريد او عم سيد؟ قلت له ان شاء الله اخليك تسجل معاهم يا استاذ احمد. انا عامل الاستئناف وادفع الكفاله، وان شاء الله البنت تظهر. حتى انا عملت مناشده وطلبت تغريده، تغريده انا هعمل لك الاستئناف وظهري ومحدش هيقدر يقرب منك وتيجي. وعملت الاستئناف فعلا، يمكن انا سجلت في المحكمه مع الاستاذ هشام ابراهيم، وقلت ان تغريده ان شاء الله ترجع بيتها. والكلام ده كان يوم الاربعاء اللي هو يوم 2/12. في نفس اليوم ده جه الاستاذ احمد رجب وقعد معايا هنا في المكتب، اتكلم معايا، قال لي تغريد جت؟ قلت والله لسه ما جاتش، هم يحصل تواصل بيني وبينها هعرفك، وهو والدها ان شاء الله هيكون موجود. قال طبعا عايز اسجل معاها. قلت له بس انت وجودك كده يا استاذ احمد ممكن يحصل يتفهم الكلام غلط. قال طب خلاص انا هنزل اقعد شويه تحت وايه معاك عشان ايه نحاول نسجل. قلت له مفيش مشكله يا استاذ احمد. دخل عليا الاستاذ هشام ابراهيم وعم سيد، واتكلمت معاهم قلت لهم البنت فين؟ قال لك لا لسه ما ظهرتش. حتى عم سيد قال لي عايزين نعمل مناشده للبنت وانا اكلمها. قلت طب ما انا طلعت مع الاستاذ هشام وقلت الكلام ده، وطلعت مع الاستاذ احمد وناشدتها.
هذا بس ايه، انا نشيت. قعدنا في المكتب شوية، كان في تواصل بيني وبين الاستاذ احمد رجب على الواتس في حضور عم سيد والاستاذ هشام، وحتى قلت لعم سيد كده الاستاذ احمد رجب عايز يسجل معاك او يسجل مع تغريد هنا. الاستاذ هشام قال لي لا ما ينفعش. قلت له لا، انا بقول لك انا من وجهة نظري ومن رؤيتي لازما تغريد تسجل تتكلم مع الناس كلها، انا مظلومة تطلع تتكلم وتقول. بس للأسف هنا كان الأستاذ هشام كان مستحوذ على دماغ عم سيد. حتى أنا قلت لعم سيد كده أنا المحامي مش حد تاني، وافتكر الكلمة اللي أنا قلتها لك، قلت لك عم سيد سجل مع الجميع. في الوقت ده أنا دخلت الحمام وسبت التليفون بتاعي، كنت سايب حاجة معينة كده عشان اتفرج عليها عشان اعرف الدنيا. في الوقت ده كان في محادثة بيني وبين الاستاذ احمد رجب وكنت سايبها في خلسة، بس انا كنت شايف مين اللي بيعملها. بص شاف الحاجة هنا عم سيد، حسيت بيه ان هو ما بقاش ميال لعماد قوي. استاذ احمد قام بعت لي وقال لي انا كده فهمت الوضع وكده انا هتصرف. في التوقيت ده خرجنا من المكتب ورحنا على بيت عم سيد وقعدنا هناك على اساس ان التغريد جايه. حتى انا يمكن قلت لعم سيد كده في بيته، يا عم سيد انا شاكك ان انت عارف مكان بنتك. قال لي ايه؟ قلت انا بقول لك في وشك انا شاكك ان انت عارف مكان بنتك. قام الراجل مشكورا مسك كتاب الله وحلف عليه ان هو ما يعرفش مكان بنته فين. مشينا من عند عم سيد حوالي الساعه 3 3 ونص، واحنا ماشيين انا والاستاذ هشام تحت قلت له انا ايه الوضع كده مضايقني وانا متضايق من الوضع اللي موجود. روحت البيت في حدود الساعه 5 حصل مكالمه بيني وبين استاذ هشام وعم سيد على اساس نادي التغريد ونقول لها ارجعي التغريد والحاجه تمت. بعدها ب 10 دقائق جالي مكالمه من والد التغريد، استاذ عماد التغريد وصلت. ايه التغريد وصلت؟ قلت له الحمد لله على السلامه وكلمت التغريد وقمت قافل معاه. الكلام ده كان فجر الخميس، الكلام ده كان فجر الخميس. يوم الخميس بالليل الاستاذ هشام اتصل بيا اكتر من مره، عم السيد اتصل بيا اكتر من مره عشان اروح اشوف تغريد في بيتهم، وعشان الاستاذ هشام كان عايز يسجل وانا كنت رافض التسجيل. حتى يمكن لو رجعت للحلقه هتشوفوا تعبيرات وشي، حتى هم حسوها اللي انا مش عايز ايه اسجل او اتكلم. حصل التسجيل، بعديها سبتهم اسبوع على اساس ان الاسبوع ده هي راجعه بقى وما تعرفش الدنيا ويقعدوا يحكوا مع بعض ويتكلموا مع بعض. المهم الخميس اللي بعديه اتصلت بهشام جالي، اتصلت بعم سيد جالي، كلمت معاهم قلت لهم لازم يا جماعه انا شادي بين عبد المنعم وبين العيال. عم سيد قال لي ما فيش مشكله بالنسبه لي. قلت يبقى كده عندنا الطرف الثالث اللي هو عبد المنعم نجيب. الاستاذ هشام قال انا بتصل بيه بس للاسف مش عارف اتواصل معاه. قلت له انا معايا رقم تليفون الاستاذ عبده اخو عبد المنعم، اتصلت بيه والراجل مشكورا جه المكتب واتفقنا ان بكره الجمعه هنروح نعمل التحليل. حتى انا قلت لاستاذ هشام كده انت عندك استطاعه ان نعمل التحليل في عدم حضور محمد الهادي؟ هل في معمل هيقبل بكده؟ قال له اه. قلت له انت مسؤول على كلامك. جمعة الساعة 5 اتصلت الأستاذ هشام، يا أستاذ هشام الساعة 5 عشان نلحق نعمل التحليل ونعمل الحاجة. قال له اه في حاجة أنا نسيت أقولها لك. تقول؟ قال لي مش هينفع نعمل التحليل ده النهاردة. ليه يا أستاذ هشام؟
قال لي عشان عم سيد معرفش يخرج تغريد والعيال من البيت. قلت له عم سيد امبارح قال لك انا هخرجه، ولا انت في حاجه مش عايز تقولها لي يا هشام؟ قال لي والله العظيم ما في حاجه من دي، وانا بقول لك اهو يا عم عماد الكلام ده النهارده الجمعه بكره السبت، السبت يا باشا. قلت له هشام وانا موافق، السبت السبت الساعه 7 اتصلت بوز هشام مره اتنين، التالته رد عليا، يا وز هشام في ايه؟ قال لي في مشكله. قلت له مشكله ايه؟ قال لي المعمل عايز 17200 جنيه. قلت له نعم. قال لي عايز 17200 جنيه. قلت له انت مش عارف ان المعمل هيطلب فلوس وانت عاملها مشكله ليه؟ ما عم منعم يدفع. قال لي ايه؟ قلت له عم منعم يدفع، مش عم منعم طالع معاك في تسجيل. قال لك انا عندي استعداد ادفع بتكاليف التحليل. الله. طب خلاص اتصل بيه. قال لي هو قافل تليفونه دلوقتي وانا بحاول اتصل بيه ومش عارف اتصل بيه. قلت له خلاص انا هتصل بايه؟ بعم عبده اخوه. اتصلت بعم عبده. عم عبده دلوقتي التحليل عايزين نعمله والمعمل عايز 17000. ان انا كنت سمعت الرقم ده من الاستاذ هشام غلط، بس انا جيت بعد كده صححته وقلت اللي ايه المبلغ 15200. حتى الاستاذ هشام بعت لي فويس بالمكان المعمل او الكلام او المعمل هي التكليف بتاعته قد ايه. حتى عم عبده قال لي ده انا فاكر 400 500 جنيه. قلت له ليه؟ هو تحليل بول ده تحليل دي ان ايه؟ قال لي والله العظيم ده انا بحاول اتصرف لوز محمد ابراهيم في مصاريف النقط. طب بص اخوك طلع على الملأ وقال لك انا عندي وعندي وعندي، ومعلش حل اخوك وحل تغريد في التحليل ده، ده اللي هيقطع الشك باليقين. قال طب سيبني ساعة كده يا باشا وانا هشوف الدنيا فيها ايه. قلت له ماشي. اتصلت بهشام، هشام اخوه بيقول كذا كذا. قال لا انا هتصل بعبد المنعم تاني واتواصل مع عبد المنعم. قلت له مفيش مشكلة يا هشام الحل. قال لي بكرة هرد عليك. قلت له خلي بالك كل ما نطول في المدة كل ما الناس شغالة عليا وتلطش فيا ان انا قلت الكلام ده، وقلت لازم انا اعمل تحليل ولازم انا اكون صادق مع الناس. قال لي يا استاذ عماد النهارده السبت من الاثنين مفيش مشكله. قلت له بكره الحد. قال لي انا كنت وصلت معاه. ماشي. اتصلت بهشام الحد، يا هشام. قال لي يا عبد المنعم هيدفع جزء وانا هتصرف في الجزء الثاني. قلت له انت تتصرف ليه؟ بصفتك ايه؟ عم سيد اتصرف وعبد المنعم اتصرف، حتى لو هيبيعوا عفش بيتهم ده موضوع شرف. قال له زماد معلش انت عارف ظروف عم سيد وبتاع. قلت له يا عم يعني انت هتعمل ايه؟ قال لنا في واحد قريبي انا اتصلت بيه وهيجيب لي يديني فلوس سلف. قلت له انا تستلف عشان كده؟ والله براحتك يا هشام انت حر. قال لي خليها بالتلات. قلت له خلي بالك يوم التلات لو ما حصلش التحليل انا هطلع واقول للناس على اللي حصل. قال لا 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 ان شاء الله ما فيش اي حاجه من دي. يوم التلات اتصلت لوز هشام. يا وز هشام. قال لي والله العظيم انا عند الاستاذ صلاح الشربيني. قلت له ايه؟ قال لي انا عند الاستاذ صلاح الشربيني وانا بحاول اجيب الفلوس بسبب المواضيع اللي هم قالوها، مواضيع التحويلات ومش تحويلات. قلت له تحويلات ايه؟ تحويلات ايه؟ وانت مالك اصلا بتحويلات ولا مش تحويلات؟ ما يا عم هم يجيبوا الحاجه يا عم، هو في ايه؟ احنا نقعد نطبطب عليهم؟ يا هشام الكلام ده مش هينفع، انت كده بتاكلنا الاونطه يا هشام. قال انا هاكلك الاونطه، انا هاكل نفس الاونطه. قلت له انت بتاكلنا انا وانت الاونطه، عشان كده الدنيا هتخرب علينا، الدنيا خربانه علينا يا هشام. قال لي عماد ابصار الخميس. قلت له خلي بالك ده معاك في التاني في التالت، انا معاك الخميس. خميس اتصل بوز هشام، والله ما عرفت اتصرف وانا مش عارف. قلت له بقول لك ايه، هم اتصرفوا. هقول لك حاجة، أنا هتصل بعم سيد وهتكلم مع عم سيد. اتصلت بعم سيد. عم سيد لازم تحل الموضوع ده، لو هتستلف لو هتمضي على نفسك إيصال لو هتعمل إيه. وأقول لك حاجة عم سيد، في مصريين كتير ممكن يساعدوك، في ناس عندها استعداد تساعدك، مصريين على أساس عايزين يظهروا الحقيقة، بس لازما يبقى الطرف التاني متواجد.
في الوقت ده كلمت عم عبده تاني وقلت له انا رايح للاستاذ محمد ابراهيم عشان اقعد معاه عشان اشوف الموضوع ده يوصل لحد فين. قال طب انا هاجي لك عند الاستاذ محمد ابراهيم مطروح. رحت هناك عند الاستاذ محمد ابراهيم. استاذ محمد الوضع كده مش حلو. اتصلت بعم عبده قال لي اصل انا مش عارف اجي. كلم استاذ محمد ابراهيم. استاذ محمد اللي انا اعرفه والدنيا تعرفه طول ما انا مظلوم هقف قدام الناس كلها واقف بعين قويه عشان تقول لي اصل هو خايف من حته ان يتقبض عليه. انا لو هيتقبض عليا بس اعمل التحليل. هعمل التحليل دلوقتي طالما انا متيقن ان انا مظلوم. هعمل التحليل ولو هتحبس بعديها ب10 دقايق مفيش مشكله. ده رايي الشخصي. قال طب سيبني يومين يا عم عماد وانا هشوف لك الموضوع ده. طب محمد انت بعيد عن الموضوع، انت ولا بتظهر ولا الناس بتتكلم عليك ولا اي حاجه، الدنيا خربانه. قال لا ما تقلقش. استاذ محمد ابراهيم حصل عنده مشكله ابنه بس الحمد لله ربنا شفاه وعافاه، كان عنده جات له كورونا وربنا كرمه وشفاه. ما عرفتش اتواصل معاه بسبب الظروف المحيطه بيه. في التوقيت ده استاذ هشام اختفى. اختفى عني خالص. واتصلت بعم سيد توت علي عشان كده الدنيا بتخرب. عم سيد قال لي مفيش مشكله هجي لك بكره ولا بعد. قلت طب انا عايز اروح عندكم البيت بس تكون موجود. قال لي ده البيت بيتك وتكون ايه؟ روح في اي وقت. قلت له لا لازم أن تكون موجود. الراجل قال لا روح. رحت هناك وقعدت مع تغريد وقلت له تغريد حل مشكلتك في موضوع التحليل. غير كده احنا داخلين في حاله او في سكه مسدوده. عشان اقف قدام قاضي اتكلم في تحليل لجنه ثلاثيه لازم يكون معايا التحليل الاسترشادي عشان اقوي موقفك. وسبتهم ومشيت. بعدها بيوم عم سيد اتصل بيا قال انا عايز اقعد معاك عشان في حاجات عايز اقولها لك. قلت له جميل. اتفضل يا عم سيد تعالى لي. جالي تاني يوم قعدنا مع بعض. فوجئت ان عم سيد عن طريق الاستاذ هشام اتعمل توكيل الاستاذ صلاح الشربيني. استاذ صلاح الشربيني اخ فاضل. واتقال لي كده بنفس اللفظ الاستاذ صلاح الشربيني جاي عشان خاطر الشتايم والسباب اللي بتتم من المتابعين. قلت له يعني هو مسؤول بدي؟ قال لا. قلت له انا المفروض في الوقت ده اقول لك ملفك اهو اتفضل. بس انا عشان خاطر العيال هكمل معاك بس على اساس ان في خلال الاسبوع اكون عامل التحليل. عم سيد بقى تواصل تستلف تعمل تسوي المهم يخلص الموضوع ده بالتحليل. كنت مدي لعم سيد فرصه لنهايه الاسبوع اللي فات لحد يوم 31/12. عم سيد اتصلت بيه يوم 30. يا عم سيد كان حصل ان هو في الشغل ما عرفش يتكلم معايا. قال انا هاجي لك بكره عشان لازم اديك تقرير. قلت له اه ما انا مستني عشان على ضوء اللي انت هتقوله لي انا هطلع اتكلم مع الناس. عم سيد اتصلت بيه يوم الخميس يوم 31 مره ثانيه ثالثه محدش رد. اتصلت بعم عبده اللي هو اخو عبد المنعم مره درس للاخر تاني مره كنسل تالت مره كنسل. اتصلت من تليفون خارجي. في التوقيت ده بقى وقبلها بتلات اربع ايام بدات حته بقى اللي انا اسجل واصور عشان لو حد جه قال لي ما حصلش ولا الكلام ده كذب هقول له الدليل اهو. ويا ريت ما تجبرونيش على كده. ويا ريت ما تجبرونيش على كده. عم سيد ما ردش عليا يوم الخميس. يوم الجمعه لقيت عم سيد متصل بيا وجات لي رساله ان هو اتصل بيا. اتصلت بيه
راجل قال انا في الشغل وهجي لك بالليل نقعد مع بعض عشان نشوف الموضوع ده نوصل لفيه ايه. جالي عم سيد مشكورا، وقعدت انا وهو واتكلمت معاه. يا عم سيد، حل موضوعنا في الموضوع التحليل الاسترشادي. الدنيا كلها مقطعانة، انا متبهدل بسببكم، انا متقطع، انا الدنيا مخبطة فيا. طب انا اعمل ايه يا استاذ عماد؟ ما انت عارف ان بنتي عندها استعداد دلوقتي. قلت لهم المشكله مش في بنتك لوحدها، المشكله في الطرف الثاني، مع ان الطرف الثاني التحليل ده يريح الجميع. انا بتصل باخوه وبتصل بيه مفيش. قلت طب انا اتصلت مع عبده ما ردش عليا. قمت بتصل مع عبده تاني في حضور عم سيد. الكلام ده مثبت عندي. عم عبده دلوقتي عملت ايه مع عمنا؟ قال انا مش عارف اتواصل معاه، التليفونات بتاعته مقفوله. قلت له انا ما فيش حد عندكم يعرف يتواصل معاه. قال لي لا مش عارفين اتواصل معاه. قلت له طب انا اقول لك حاجه حلوه، خلي عمنا عشان هو خايف يتقبض عليه، خليه زي ما هو. والفكره دي يا جماعه عشان برضك كل واحد ياخد حقه، جت للاستاذ احمد رجب لما طلع في حلقه وقال عشان خاطر التحليل انا ممكن نعمل التحليل. وسالت فيه في حته ان انا اجيب الاطفال التلاتة واحد اطفال عبد المنعم ان يتعمل التحليل الدي ان ايه. كلمت عم عبد المنعم، الراجل قال لي سهله دي جميله مفيش مشكله في كده. قلت له طب ساعه يا عم عبده وترد عليا. قال لي ايه؟ قلت له ساعه وترد عليا. وبيني وبينكم ما رضيتش اتصل بيه، قلت سيبه تاني يوم عشان ياخد ويدي معاه شوف الرد فيه ايه. اتصلت مع عم سيد النهارده، اتكلمت مع عم سيد. يا عم سيد ايه الوضع؟ انا مش عارف اتواصل معاهم واقفين وبتاع. قلت له بص يا عم سيد انا بكده بدون تحليل انا مش عارف اكمل. قال لي ايه؟ قلت له يا عم سيد ما انا قايلها لك. قال لي والله يا استاذ عماد اللي انت شايفه. قلت له انا شايفه طالما مفيش تحليل انا كده مش هكمل في القضيه. ومش عشان ما اخبيش عليكم حاجه برضك اقولها لكم، عشان انا قلت لكم كده الحقيقه كلها اقولها، وانا مش خايف من حد، انا خايف من ربنا مش من بشر. واللي خاف من ربنا ستر ربنا عليه، اللي خاف من البشر في رب البشر. اتصلت بعم عبده. يا عم عبده عملت ايه؟ قال لي سهله، يجي عيل من العيال عايز امتى؟ قلت له بكره. قال لي ايه؟ قلت له بكره. قال لي سيب لي الفرصه يعني يومين ثلاثه كده. قلت له لا مفيش حته يومين ثلاثه كده، العمليه هتطول وانا مش هينفع تطول تاني معايا. قال طب انا هرجع لعبد المنعم. قلت له ازاي سهله وازاي ترجع لعبد المنعم؟ هقول لك حاجه يا عم عبده، انا رايي تاني، السلام عليكم. قمت قافل معاه. هنا بقى يا جماعه الناس اللي قالت عليا ان انا بضيع حقوق الناس، وان انا ما عنديش التزام في الكلمه، وليه مش عايز تعمل التحليل؟ هو عماد عبد الحليم اللي هيعمل التحليل يا جماعه؟ انا بدور عشان اعمل التحليل عشان الكل يعرف الدنيا فيها